طيب نروح بقى حضراتكم نشوف المجمعات الاستهلاكية والسلع اللي تم توفيرها خصوصا اللحوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك. بمناسبة عيد الأضحى، عاد الله على الأمة الإسلامية والشعب المصري بخير إن شاء الله بإذن الله. بهذه المناسبة بتعرض الشركة المصرية التابعة إحدى الشركات الشركة قبضة الصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، بتوفر بفورة هنا هوت عندنا في فروع الشركة المصرية منتشرة من الجيزة لغاية أسوان جميع اللحوم بأنواعها. عندنا اللحم المستورد الهندي ب 220 جنيه، عندنا بلدي أحمر ب 335، عندنا السوداني ب 285، عندنا ضاني سواء حي أو مذبوح بلدي ب 360 مذبوح، حي ب 220 قائم، وكل الأصناف دي موجودة إن شاء الله في فروعنا منتشرة من الجيزة لغاية أسوان. الإقبال زي ما حضرتك شايف كده على البلدي وعلى المستورد كويس جدا، يعني لأن الأسعار مناسبة في متناول الجميع. أنا شادر هنا هو بالنسبة للحي، وعندنا طبعا ثلاجات التجميد والتبريد منتشرة في فروعنا كلها بالكامل، ومتوفر كميات يوميا بتبقى بصفة يومية لأن اللحمة دي بتنزل طازة كل الفروع. زي ما قلت لحضرتك كده منتشرة من الجيزة لغاية أسوان يوميا. احنا ان شاء الله عندنا اللحوم السوداني وعندنا اللحوم البلدي. اللحوم السوداني 285، اللحم البلدي 335، عندنا ضاني مستورد أرجوي 335، ضاني بلدي بختمة أحمر صغير 360، عندنا لحمة هندي ب 220 جنيه المجمدة. يعني جميع أنواع اللحوم موجودة بوفرة، مستعدين لها من قبل العيد بفترة، عاملين حسابنا في الطلبيات في الفروع، ما عاملين شواد للخرفان الحية بسعر 220 جنيه، وكل شيء جاهز من قبل العيد بأكتر من شهر أو شهر ونص. هو اللي بيفرق هنا عن أي مكان أو عن الجزار إن حضرتك هنا السعر واحد، جميع القطعيات بسعر واحد، أي قطعية العميل بيحتاجها أو الزبون بيحتاجها هي سعرها واحد. عند الجزار بره بتختلف القطعية معينة بسعر ده بسعر ده بسعر، وهي هي نفس كمية الدسم اللي موجودة عند الجزار هي اللي موجودة عندنا، مع الاختلاف إن إحنا عندنا السعر واحد. هي الموجودة دلوقتي حاليا الهندي 220 فيها سن وكتف ورقبة، ده المجمد، وفي سوداني فريش ب 285، وداني فريش بعظمه 360، وطاني مجمد 335، واللي عاوز حاجه بياخد الحاجه متوفره. اولا مبدئيا بيتم تشكيل لجان متوفره على مستوى الدوله كلها بالنسبه للمنافس بتاعتنا من القاهره لاسوان، بس من المجزر اللي عندنا المجزر الالي او المجزر الاصلي في اسوان، بالاشراف بتب الذبح عن طريق دكاتره متخصصين من الطب البيطري في الاشراف على الغول والبهايم والخرفان، بتم تركيبها بصيغه سليمه وتاكد من صحتها وانها سليمه للذبح، وبناء عليه يتم تشكيل من لجان من المفتشين بالاشراف على المجمعات الاستهلاكيه بصفه دوريه وشبه يوميه لمتابعه استلامات اللحوم سواء بالفرع او باهل الجمهور. احنا دلوقتي بنعمل حد من الغلاء بتوفير اللحوم بسعر متناسب مع المواطن بشكل كويس جدا، سواء من اللحوم المجمده، اللحوم البرازيلي، اللحوم الفريش سواء بلدي او سوداني، الخرفان الضاني سواء مجمد او مبرد او خرفان حي. في اقبال شديد جدا على منافذ البيع لحد من الغلاء، حيث ان المواطن بيثق في المجمعات الاستهلاكيه بالنسبه للمنتج بتاعه. هو الطقوس طبعا قبل العيد كل واحد في الشعب المصري بيحضر للحمه، بس تعرف السنه دي بقى يعني صعب شويه، فربنا يسر الامر بنيجي. الشركه المصريه عرفناها من زمان بتنزل اللحمه السوداني، صراحه اللحمه بتاعتها حلوه جدا ممتازه، ودايما بجيب منها على طول. لا ايه الاسعار كويسه كويسه، افضل من بره كتير، افضل من بره كتير. اللحمه زي الفل، والناس كلها ما حدش بيشتكي منها خالص، اللحمه زي الفل تمام التمام يعني، والحمد لله يعني كله رضا من عند ربنا الحمد لله. الاسعار زي الفل يعني، ارخص من بره، ارخص من بره زي الفل.